السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سمر. شكرا لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المعلم، أيتها المعلمة، قدرك في هذه الحياة أن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض يصلون عليك. خروجك من البيت في كل صباح إلى مؤسسات التربية والتعليم موكب من أجمل المواكب في الحياة. قدرك أن الله اصطفاك، نعم اصطفاك لهذه المهمة، أن تعلم الناس الخير، أن تسير بهم إلى أبواب الجنة. نعم إيه والله أن تسير بهم إلى أبواب الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فأنت في أجمل موكب تشيعه الملائكة. الله يصلي عليك حتى الحوت في الماء والطير بالهواء. أهناك أجمل من هذه الوظيفة وهذه المهنة؟ إنها مهنة الأنبياء والرسل، بل إن الله جل الله هو الذي علم آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هنيئا لكم هذا الاصطفاء. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ ومن واجبنا اتجاه معلمينا أن نكافئ من له فضل علينا، ومن تركوا أثرا فينا، وعلمونا حرفا، وغرسوا فينا قيما، وكانوا جزءا من نجاحنا الآن. ولا يوجد هدية أجمل من أجل صدقة جارية ورعاية يتيم. ونجعل هديتنا عربون وفاء بيننا، ونحظى بأجر ممتد وظلال الآخرة. فبادروا بإسعاد معلميكم، وأدخلوا البهجة والفرحة على قلوبهم، واغتنموا فضل الصدقة ورعاية اليتيم. قال ابن القيم رحمه الله: لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل يد المحتاج لكانت لذة المعطي أكثر من لذة الآخذ. حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. فهذا يدل على فضل كفالة اليتيم، وأن صاحبها له أجر عظيم، وأنه قريب من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا سمر، ويعطيك العافية على الكلمات الجميلة وعلى هذه المشاركة القيمة.